بالحقيقة بالوقت الحاضر ما قاعد يحدث بالعراق، وخاصة المناطق الشمالية والموصل بالأخص، نعم أنه عملية التدمير المدن، وأبدأ عملية التدمير المدن والمناطق حتى لا يمكن ولا غير صالح للسكن بالوقت الحاضر. وهذه الأماكن لحد الآن الشعب المصلاوي وأخونا في مناطق العراق نعم يحاولون إزاحة الأنقاض، ولكن الحكومة العراقية في الوقت الحاضر لا تبدأ ولا تقدم لهم مساعدة لإنقاذ أو حتى إعادة بناء هذه المدن. هي استلفت مليارات من الدولارات، وهذه المليارات دخلت في جيوب السياسيين العراقيين، والشعب العراقي بالوقت الحاضر لا يملك إلا ما يعيله هو بنفسه هو وعائلته. هذه العملية هي أخي عملية مبرمجة، عملية إقصاء العراقيين، وعملية هي ليست خاضعة لجهة معينة بالعراق، وإنما الميليشيات والعصابات الموجودة. لا توجد حكومة بالعراق حقيقة، الحكومة بالعراق هي مجموعة عصابات.